And now with the speech of engineer Yasser Amar, the president of Egyptian Volleyball Federation. والآن مع كلمة المهندس ياسر أمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمنظم للبطولة الأفريقية للسيدات. أولا أود أشكر تشريفكم النهاردة في البطولة دي، بطولة استثنائية زي ما قلنا المرة اللي فاتت في الولاد، لأنها مؤهلة لبطولة العالم للأندية، وده طبعا يرجع للمجهود المبذول من مدام بشرى رئيس الاتحاد الافريقي في انها ترجع افريقيا تاني لبطوله افريقيا، بطوله العالم للانديه. طبعا برحب بالساده الضيوف رؤساء الاتحادات الافريقيه والساده الفرق المشاركه في البطوله، وبرد الشكر للنادي الاهلي لتنظيم البطوله، وإن شاء الله تبقى بطولة ناجحة زي البطولة اللي تم تنظيمها قبل كده من الرجال. بشكر اللجنة المنظمة، بشكر السادة العاملين على البطولة، وبشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.